وفي الحقيقه اي مغربي شاهد المقابله ديالهم بالضبط ما نتكلموش على المقابله ديال الالي الا كتبقى فيه واحد الحسره واحد عدم الاعتبار للفريق ديال الوداد الحقيقه هادو ماشي وداد هذه ماشي هي الوداد اللي كنعرفوا وداد تاريخ وداد الكره وداد البطولات وداد الكؤوس يعني واش هذا اللعب ديال الوداد يعني كيف أنا اللعاب ما واقفش ما واقفش كتحس باللعاب كاين هذيك دي دي الحب ديال الفريق راه ما كاينش ماشي الوداد اللي كنعرفوا ولذلك تنعاود نقول السي الناصري خاصو يحرص على انه يعتني بالمدارس الكرويه ديال الوداد يطلع الدراري يحرصوا على انه يكون الفرقه مطعمه من الفئات العمريه لان اللي غيلعب وغي يجيب الفوز وغادي يبغي المكانه اللائقه ديال الوداد راه هو هذيك المدرسه حنا كرياضيين كندعوا السي ناصري رئيس فريق الوداد بانه يسمع الصياح ديال الجماهير لان الوداد بدون جمهور راه لا شيء لذلك خاص المكتب المسيد ديال فريق الوداد يبرك مع الناس ديال الوداد يبرك مع اللاعبين السابقين يبرك مع الجمهور ويسمع لهم وتكون انتدابات انتدابات في المستوى ماشي حق لعب اللاعب كيلعب مزيان ولا اي ولكن وشنو الاضافه لهذا الفريق هذا اللعب ديال اليوم كامارا حشو ما يدخلوا السيد باقي معطوب وحتى ان ملي شداتو الكاميرا شدات واحد البوزيسيون كي يعني كي على على اطباء تقول لهم علاش كتدخلوني علاش اليوم يعني علاش المدرب المدرب لقاش في البونتو شكون يدخل. هذه ماشي فريق الوداد فريق الوداد اللي كنعرفو فريق اللي كيلعب الكره فريق اللي عنده واحد استراتيجيه معينه داخل التيران حنا اليوم كنشوفو الوداد غير لعبه نعم كان ظلم تحكيمي ظاهر وجلي ومنيش نحنا حنايا الحكم من جنوب افريقيا انا قلت للزملاء ديال الوداديين على انه الماتش راه محسوم بين ديال هذه المساله دي الاولى المساله الثانيه كذلك ما ننسوش الخطا اللي ارتكبو سي هاد هادشي ماشي خطا ديال لاعب فقط هذا خطا ديال ديال ستاف ديال الفريق لانه فورماسيون خاص تعطي اللاعبين كيفاش خاصو يتعامل مع مع التسلل كيفاش يتعامل مع مع الخطا المعين حتى لو ما عارف شاف الحكم صفر نغمه خصو يوقف ولكن هو تحرك ملي كتحرك كتحكم على انه هذاك الخطا كاين مساله ثالثه هو كناديو الاخوان الله يجزيكم بخير سواء المكتب ديال الوداد سواء المحبين سواء الالتراز ديالهم وكذا على انهم يكونوا يد واحده الوداد ما خصناش نخليوه يوصلوا لواحد المستوى اللي لا يحمد عقبه الوداد عنده تاريخ الوداد يعني وداد مقاوم واحد التاريخ اللي هو يشرف المغرب لذلك كنحث الناس المسؤولين على الوداد انهم يديروا واحد النقد ذاتي ولكن يكون على عجل لان البطوله بقى لقل من شهر وبغينا الوداد ان شاء الله تكون كما عهدنا عنها ومازال ان شاء الله تنقول فريق الوداد والجمهور وكل كل من تعلق بالوداد الوداد ان شاء الله هو يمرض ولكنه لا يموت السلام عليكم ورحمه الله